يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا دكتور في الكلية يثني على أرسطو وأفلاطون ويقول إن الأخير من عقلاء العالم، ويقول ونفعه عقله عاد، ما نفع عقله إذا لم يؤمن بالله فهو من أهل النار ولو كان عاقلا، لو كان مجنون صار من أهل النار، وما يصير في النار إلا الكفار العقلاء الذين يعرفون الحق ويعرفون الباطل ومع هذا يتبعون الباطل، أما لو كان مجنونا ولا يميز لم يكن من أهل النار. نعم.